بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أبنائي وبناتي طلبة المدارس الثانوية التجارية الصف الأول، لقونا اليوم مع مادة مبادئ المحاسبة المالية للصف الأول الثانوي التجاري. هيكون معكم محمد عبد الله أبو النيل. النهاردة رابع حصص في حصص مادة المحاسبة. إن شاء الله هنبدأ السؤال الثاني، معادلة الميزانية. معادلة الميزانية لازم نكون حافظين القانون بتاعها. معادلة الميزانية بتقول ايه؟ بتقول ان جانب الاصول يساوي جانب الاصول بيساوي الخصوم وحقوق الايه؟ الملكية. عندنا هنا حاجة اسمها المركز المالي او الميزانية العمومية. الجنب اللي على اليمين ده اسمه اصول، يبقى الجنب اللي على اليمين ده لازم المجموع بتاعه يساوي الجنب اللي على الشمال ده اللي هو ايه؟ حقوق الملكية والايه؟ والخصوم. يبقى جنب الاصول لازم يساوي جنب حقوق الملكية والايه؟ والخصوم. طيب عندنا بعض الأسئلة ممكن يسألنا فيها، يقول لي إيه هي الأصول؟ الأصول عبارة عن تبويب لمجموعتين، أصول ثابتة وأصول متداول. طب ممكن يجي يقول لي إيه هي الأصول الثابتة؟ أو بناء على دراستك في موضوع معادلة الميزانية، إيه هي الأصول الثابتة؟ أصول بتقتنى من أجل استخدامها في نشاط المنشأة وليس لغرض الإتجار. ما بتجرش فيها حاجة أنا بجيبها لي أنا في الشركة بس مش بغرض الإتجار. وتنقسم لإيه؟ أصول ثابتة غير ملموسة زي شهرة المحل، براءة الاختراع، العلامة التجارية. أصول ثابتة ملموسة الأراضي والمباني وتعرفنا عليها، والعقار والآلات والمعدات والتجهيزات والسيارات والأساس. خلاص قلنا للشهرة دي، الحاجات دي هنتعرف عليها في سنة تانية بالتفصيل. طيب عندنا حاجة اسمها أصول إيه؟ متداولة. إيه هي الأصول المتداولة؟ عرفناها برضو وخدناها قبل كده، النقدية والحاجات اللي ممكن تتحول زي إيه تاني؟ زي العملة، زي الزمم، المدينون، الأوراق المالية، الاستثمارات، أوراق الأب، المخزون، البنك. يبقى فلوس بتتحول بسرعة أو حاجة بحولها لفلوس بسرعة، يبقى دي اسمها أصول إيه؟ متداولة. طب إيه هي الخصوم؟ الخصوم عندي خصوم طويلة الأجل اللي هو القرض أو السلفة، خصوم متداولة اللي هي الدائنون أو الموردين أو المطلوبات أو أوراق الإيه؟ الدفع. طب إيه هي حقوق الملكية؟ حقوق الملكية اللي هو رأس الإيه؟ المال. حقوق الملكية هو رأس المال، وده نموذج للمركز الإيه؟ المالي، اللي هي الأصول الثابتة وخدناها قبل كده وعرفناها، اللي هي أراضي، آلات، أساس، سيارات. بعد كده أصول متداولة اللي هي المخزون أو البضاعة، أوراق مالية أو الاستثمارات، العملاء والمدينون، الأوراق القبض، النقدية الإيه؟ النقدية، بس النقدية خزنة ونقدية بإيه؟ بنك. بعد كده الجنب الثاني حقوق الملكية اللي هو رأس المال، الخصوم فيها طويلة الأجل اللي هو القرض، وفيها خصوم متداولة اللي هي الدائنون وأوراق الإيه؟ الدفع. طب سؤال بسيط يقول لي من الحسابات التالية مطلوب مني ما هي الأصول وما هي الخصوم وما هي حقوق الملكية؟ البنك. يبقى أنا طالب مني أطلع ثلاث حاجات، أصول وخصوم وحقوق ملكية. يبقى أنا هعمل جنب الأصول الخصوم حقوق الملكية، هعمل ثلاث أسهم. طب البنك تبع الأصول يبقى أحطه تحت الأصول، الخزنة أصول، الدائنون خصوم، الأراضي يعتبر أصول، أوراق الأب تعتبر أصول، أوراق الدفع تعتبر خصوم، الأوراق المالية تعتبر أصول، الأساس يعتبر أصول، القرض تعتبر خصوم، الآلات تعتبر أصول. يبقى أنا ما علينا ما فرق بس من كل واحد، رأس المال يعتبر حقوق ملكية، البضاعة تعتبر أصول، المدينون تعتبر أصول. طيب عندي ملحوظتين، تنسي اسمك وما تنسهمش. ملحوظتين تنسي اسمك وما تنسهمش. ممكن يجيب لي السؤال في نظام البحث سؤال مقالي، وده بنسبة 99%. يعني سؤال مقالي يعني يجيب لك سؤال كأنك قاعدة في امتحان وانت تحليه، بس هتحليه في البيت. يبقى نخلي بالنا. طيب ايه هو لما باجي اشتري اصل، لما باجي اشتري حاجة، الحاجة ايه اللي بيحصل لها؟ بتزيد. الحاجة ايه اللي بيحصل لها؟ بتزيد. طيب الفلوس النقدية اللي بيحصل لها؟ بتنقص. ما انا اشتريت يبقى الفلوس نقصت. طب لو ما اشتريتش نقدا هشتري بشيك، يبقى الفلوس اللي بتاع البنك ايه اللي حصل لها؟ نقصت. طب لو اشتريت وما دفعتش فلوس، يعني اشتريت على الحساب، يبقى الدائنون زادت. طب لو جيت بعد كده وحبيت اسدد الفلوس اللي عليا، لما انا كنت شاري الدائنون زادت، بقى الدين عليا فلوس، يبقى الدين اللي عليا زاد.
خلاص كده. طب لما باجي بعد فتره اسدد الفلوس دي، يبقى الدائنون ايه اللي هيحصل لها؟ هتنقص، ما انا خلاص هدفع الفلوس. طيب العكس، لما لاجي ابيع حاجه، الحاجه ايه اللي بيحصل لها؟ بتنقص. طب الفلوس، مش انا بعت، يبقى الفلوس ايه اللي هيحصل لها؟ هتزيد. طب لو انا بعت بشيك، يبقى البنك ايه اللي هيحصل له؟ هيزيد. طب لو انا بعت وما خدتش فلوس، يبقى المدينون ايه اللي هيحصل لها؟ هتزيد. طب لو جيت انا بعد كده الراجل جالي وهحصل منه الفلوس، يبقى المدينون ايه اللي هيحصل لها؟ هتنقص. يبقى نخلي بالنا من الملحوظتين دول، اهم حاجه في سؤال معادله الميزانيه. طب تعالى نشوف سؤال بيقول لي في ما يلي: بيان بالمركز المالي لشركه محمد ابو النيل، مديني اصول او قائمه مركز مالي، الات سيارات نقديه، ومديني بياناتها ومجموعهم 150، مديني راس المال مش موجود رقمه ومش موجود الجنب ده مجموعه كام. سهله وبسيطه بالراحه كده، احنا هنجمع الجنب ده، الجنب ده فيه كام؟ 150. يبقى ما دام الجنب ده فيه 150 هننقله احنا اهو، هننقله احنا في جدول من عندنا اهو، ننقله خلاص كده، ونكتب ال 50,000 في الالات وال 40,000 في السيارات وال 60,000 بتاع النقديه، نجمعهم يطلع 150. احنا قلنا معادله الميزانيه لازم الجنبين يساووا بعض، يبقى الجنب ده فيه كام؟ 150,000. ما دام الجنب اللي على اليمين 150، يبقى الجنب اللي على الشمال 150. طيب هنا عندي كلمه واحده ولا كلمتين؟ لا كلمه واحده. يبقى الرقم اللي ناقص بتاعها كام؟ 150,000. بس سهله، مفيش اي مشكله، اتحلت كده. اه يبقى احنا عرفنا نجيب راس المال. اه جبنا راس المال. طيب نفس السؤال طالب مني اربع نقط تاني، وبيقول لي المطلوب اعمل بيان اثر العمليات على معادلة المركز المالي عقب كل عملية. يعني هنعمل اربع جداول مركز مالي تاني غير الجدول اللي احنا عملناه ده. الجدول اللي احنا عملناه ده اللي هو بتاع الاولاني اللي كان ناقص ده، لو جه في حاجة ناقصة، لو مفيش حاجة ناقصة يبقى هنبتدي نحل على طول. طيب نقرأ مع بعض كده اول عملية عندنا. طيب قبل ما نقرأ، ايه ده مش هنقرأ؟ لا مش هنقرأ. ازاي؟ قبل ما تقري روحي انقلي الجدول الاولاني ده كله، انقليه هنا. يبقى هنقل الات اهي، هنقل سيارات اهي، هنقل خزنه اهي، بس بعد اذنك ما تحطيش ارقامهم، انا حاطط ارقامهم عشان انا حالي، ما تحطيش ارقامهم. امال احط ارقامهم فين؟ جنبيهم هنا كده اهو، اهو هوريكي دلوقتي. يبقى انت لما تيجي تنقلي، انقلي الارقام جوه كده خلاص كده. طب يلا 60,000 نشوف اول واحده، بعد كده يعني ايه عرفنا. طيب وراس المال ب 150,000 اهو، يبقى انا بنقل الارقام جوه. طيب نقلنا الارقام جوه، نقلنا الارقام جوه بتاع الحاجات اللي قبليها او المركز المالي اللي قبليه، وكتبنا الكلام. طب نقرا بقى، اشترى بضاعه. طب هنا كان في بضاعه؟ لا مفيش بضاعه، يبقى نروح نكتب كلمه بضاعه. اشترى بضاعه بكام؟ 15,000، نكتب 15,000 جنبيها. اشتراها على الحساب اهو، تاني اهو نرجع للملحوظه، اشترى بضاعه على الحساب، يبقى الدائنون ايه اللي حصل لها؟ زادت. يبقى هروح نكتب كلمه ايه؟ دائنون. هو اشتراها على الحساب، هي البضاعه كانت بكام؟ ب 15,000. يبقى هنا هنروح نكتب بقى 15,000 البضاعه خلاص، ونروح نكتب الدائنون 15,000. طيب الالات حصل لها حاجه؟ لا، ننقل بقى رقمها زي ما هو. السيارات ما زادتش ولا نقصت، ننزل رقمها زي ما هو. النقديه ينزل رقمها زي ما هو. الراس المال ينزل رقمه زي ما هو. في اي مشكله كده؟ طيب ننقل، نجمع دولت يطلع 165، نجمع دولت يطلع 165. تاني انقل الجدول ده هنا اهو، يلا الالات اخر حاجه وصلنا لها في الجدول اللي قبلها كانت كام؟ 50,000. السيارات ب 40,000، الخزنه او النقديه ب 60,000، البضاعه ب 15,000، طيب راس المال ب 150,000، والدائنون ب 15,000. نقرا بقى، بيع بضاعه. لما ببيع بضاعه، البضاعه ايه اللي يحصل لها؟ بتنقص. هي البضاعه كانت بكام؟ 15,000. لما يبيع بضاعة ب 10,000، يبقى البضاعة نقصت بكام؟ ب 10,000، يبقى هكتب علامة ناقص، يبقى البضاعة عندي بقت بكام؟ 5,000. تاني مش احنا قلنا اهو
لما ببيع حاجه الحاجه بتنقص، يبقى جنب الحاجه اللي قايل عليها، هو قال باع بضاعه، يبقى جنب البضاعه، البضاعه كانت ب 15 نقصت ب 10 تبقى ب 5. طب باع بضاعه وحصل القيمه او قبض القيمه نقدا، يبقى هياخد الفلوس يحطها فين؟ في الخزنه. طب لما يبيع نقدا يبقى الخزنه ايه اللي حصل لها؟ زادت. لما ببيع حاجه الحاجه بتنقص والخزنه عشان هو نقدا زادت، يبقى كده الخزنه بقت بكام؟ ب 70,000 جنيه. يبقى الخزنه بقت بكام؟ ب 70,000 جنيه. اجمع الجنب ده 165,000، اجمع الجنب ده 165,000. تاني الناس اللي لسه ما فهمتش، انا عندي الالات بكام؟ الالات ب 50,000، انقلها جوه اهو، ماشي. السيارات ب 40,000 جوه اهو. النقديه كانت اخر مره بكام؟ ب 70,000، انقلها جوه اهو. البضاعه كانت اخر مره بكام؟ ب 5,000 اهو، 5,000. راس المال ب 150,000، خلاص. الدائنون كان ب 15,000. طيب يلا مع بعض بقى نشوف ايه اللي حصل. بيقول لي سدد لمياده المستحق نقدا. مياده دي اللي كان شاري منها على الحساب، مياده دي اللي كان شاري منها على ايه؟ على الحساب. اهي مياده اهي، كان شاري منها على الحساب، كتبنا الدائنون ب 15,000. هو هنا بيقول لي هيسدد لها الفلوس نقدا. اما لما المياده كتبناها دائنون زودناها، طب لما تيجي تسدد فلوسها يبقى الدائنون هتزيد ولا تنقص؟ هتنقص. يبقى الدائنون هتنقص، يبقى هنا ال 15,000 دول هينقصوا ب 15,000 عشان هو دفع المبلغ كله. خلاص كده؟ يبقى مياده هنا بقت بكام؟ بصفر. طيب هيسدد الفلوس ازاي؟ هو قايل لي نقدا، نقدا. يبقى لما يدفع الفلوس نقدا هيدفعها منين؟ من الخزنه. يبقى الخزنه نقصت بكام؟ ب 15,000. يبقى 70 ناقص 15 يطلع معايا ب 55,000. اجمع يطلع معايا 150، اجمع يطلع معايا 150. تاني عندي نقطه تاني، قبل ما اعمل حاجه انقل الجدول اهو، نقلت الجدول. هنقل السيارات بتاع الالات بتاعتي بكام؟ ب 50,000. هنقل السيارات بتاعتي ب 40,000. هنقل الخزنه بتاعتي ب 55,000. هنقل البضاعه بتاعتي ب 5,000. خلاص كده؟ هنقل راس المال بتاعي ب 150,000. يلا نروح نقرا السؤال. بيقول لي اشترى اساس، اشترى اساس ب 3,000 جنيه نقدا. يبقى الاساس زاد، يبقى هروح نكتب كلمه اساس بالكتف في ناحيه اليمين. بكام الاساس؟ ب 3,000. اشتراه نقدا، يبقى لما اشتري نقدا يبقى الفلوس اللي معايا ايه اللي هيحصل لها؟ هتنقص. يبقى 55,000 انقص منهم 3,000 يطلع معايا كام؟ يطلع معايا 52,000. هجمع الجنب ده يطلع 150، واجمع الجنب ده يطلع 100 وكام؟ و50. الملحوظتين اهم تاني كاتبينهم عشان ناخد بالنا منهم. وهو شكل الجدول بتاعنا عشان اللي مش حافظه، اللي يقول لي طب احط الاراضي في الجنب اليمين ولا الشمال؟ اقول لك لا، الاراضي يمين. طب القرض؟ لا شمال. طب الدائنون؟ لا شمال. يبقى الى هنا تم الانتهاء من شرح الحصه الاولى في درس معادله الميزانيه. الى اللقاء في حصص قادمه.